طيب احنا كمان معانا يارا على التليفون. الو يا يارا. ايوه اهلا وسهلا بيكي. انا دلوقتي حلمت امبارح ان واحده صاحبتي حلمت انها اتخطبت، بس هي مش مخطوبه، وكانت ماسكه الدبله ساعتها. فبعدين بقول لها الدبله بتاعتك جميله قوي، قالت لي ايوه ده انا انخطبت، بس انا مش عارفه هو اسمه ايه. وبعدها بيومين بعدها بيومين جالها واحد بس معوش كويس، كان مسجون يعني وكده. خلاص اتفسر الحلم انك حلمتي انها اتخطبت وهي فعلا اتخطبت، يعني هو اتفسر لا الحلم. بس بتقول ان هو مش كويس. ما هو هي ما قالتش غير اتخطبت، ما وصفتليش حاجه في الخطيب عشان اقول لها كويس ولا وحش. هي قالت اتخطبت بدبله حلوه وكانت عاجباها والدبله البدله. حلوه وكانت عاجباها، فهي ما فيش حاجه تبين ان الخطيب فيه امر، يعني ما وصفتوش كان لابس ايه، كان وشه عامل ازاي، هي بس قالت اتخطبت. فهو اتفسر انها اتخطبت. اما لو في، يعني انا مش هجيب من عندي، لو في حاجات تانية هي المفروض تقول، انا اطلع لها المعنى. تمام، بشكرك يا يارا جدا. عايز اسالك يا امل، هل في دلالات ثابته للاحلام؟ يعني مثلا لو شفت حاجه معينه، يعني ناس تقول لو شفت نفسك بتموت في الحلم يبقى انت عمرك طويل، لو شفت دم في الحلم يبقى كده الحلم ده. ده من ضمن الاشهر الحاجات الغلط في التفاسير. يا ريت تقول لنا ايه الحاجات الصح. الدم هو المال. يعني لما تلاقي نفسك بتعلق دم يعني انت هيجي لك فلوس، نزفت هتخسر مال. فالدم هو المال، ما بيفسدش الحلم ابدا. لما تلاقي قدامك حد نزف يعني ده حد خسران فلوس. ما بيفسدش الحلم. في كتير حاجات غلط الناس على مر الوقت مسكت فيها وهي غلط، تفسيرتها مش صحيحه. ولو حد شاف حد، يعني شاف نفسه بيموت او حد بيموت، لا الوفاه هنا ممكن ليها دلالات اخرى. احيانا تحس ان روحك فرقتك، معنى كده انت فقدت حد عزيز على قلبك. مش شرط يكون. واحيانا بيقولوا الوفاء انك انت هتبتدي مرحله جديده من حياتك افضل من اللي فاتت، انك انت هتتولد من جديد، ليها دلالات كتير. طب وقوع الاسنان وتكسير الاسنان، في ناس تحلم ان السنان وقعت، وفي ناس تحلم ان كده، وبعدين تقوم السنه مكسوره، السنان صحيح. مكسوره، هل برضو ليها دلالات؟ سمعت طبعا ان ليها دلالات، ويقول لك السنتين اللي قدام يعني كذا وكذا، والسنتين اللي جنبهم. ده حقيقي، بس ده واحد من ضمن 20 تفسير مثلا للاسنان. الاسنان بتبتدي من ابسط حاجه زي رسوب في ماده، خساره مبلغ، يعني زي النهارده مثلا واحده صديقتي بتقول لي لقيت الضرس في ايدي، قلت لها انت خسرتي مبلغ 3000، قالت لي قلت لها بس هو ده تفسيره. تمام، يعني انت عارفه الرقم بالظبط. بالظبط، بجيب لك انا، لو انت قلتي لي على رؤيه ممكن اجيب لك جيبك في كام، او انت مخبيه كام. انا احيانا كتير لما بلاقي الموضوع، واحده بتتصل فيها مثلا في اللايف وانا في المطرح ما بطلع لايف في تيك توك، بقول لها في حد جنبك الاول، ولو سالتك هتجاوبيني ولا، لان احيانا بيبقى في حاجات محرجه ماديا واجتماعيا. اكيد. فانا قلت لها انت خسرتي 3000، قالت لي فعلا انا عليا 3000، قلت لها لما يجي لك فلوس هتطلع 3000 دول على طول اول حاجه هتطلعيها، قالت لي فعلا انا كنت ناويه كده. فالضرس بيبتدي من مبلغ لرسوب في ماده لطلاق لانفصال، بيتدرج لهي اعلى حاجه الوفاه. بس مش كل مره الواحد بيحلم ان ضرس وقع معنى كده ان في وفاه. مش كل مرة، مش كل مش مرة، لا لا.